دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني تحركات واضحة وضغوط على أداء الدولار ومؤشر الدولار مقابل العملات، يعني في ظل التوقعات والانتظار لقرارات البنوك المركزية العالمية، كيف تصف هذه الضغوط على أداء الدولار؟ أهلا بك أحمد. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي يتعرض إلى بعض الضغط الهابط أو بعض الذبذبات اللي عم نشاهدها على مؤشر الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 19 شهرا، وذلك بعدة عوامل، سواء بيانات اقتصادية كانت أمس عن قطاع الصناعات التحويلية الذي جاء أقل من المتوقع، حيث جاءت بيانات قطاع التصنيع في أدنى مستوى في 14 شهر، وبالتالي نحن نترقب أيضا بيانات اليوم عن القطاع الخاص، وأيضا يعني بيانات عم تنتظرها الأسواق، فهذا كله عم يؤثر على خاصة بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية المرتقبة يوم الجمعة، بتعطينا إشارات أكثر وضوحا حول اتجاهات مؤشر الدولار الأمريكي. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي الآن في حيرة، وخاصة المستثمرون يطلبون أي إشارات حول تجديد السياسة أو عدد مرات تجديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة لعام 2022. فبالتالي هناك كان تصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي، العديد من أعضاء الفدرالي الأمريكي صرحوا بأن يكون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية لكي لا يؤثر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا أعطى طمأنة للمستثمرين. وهناك توقعات من أعضاء الفدرالي الأمريكي يرون أنه يجب أن يكون رفع أسعار الفائدة في مارس بواقع 25 نقطة أساس بدلا من أن تكون 50 نقطة أساس، فهناك تجديد من قبل أعضاء الفدرالي أن تكون رفعات أسعار الفائدة هي بوتيرة تدريجية، يعني هناك تجديد برفع أسعار الفائدة لكن ليست بالسرعة. لذلك عم نشهد بعض الضغوطات على مؤشر الدولار الأمريكي، لكن عموما نعم. مؤشر الدولار الأمريكي في الاتجاه الصاعد نتيجة أنه أي تجديد للسياسة النقدية أو رفع لأسعار الفائدة هذا سيكون له تأثير إيجابي على مؤشر الدولار. نعم لينا، يعني أيضا تنتظر الأسواق الاجتماع لبنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يكون في تداولات يوم الخميس المقبل، كيف سيؤثر ذلك على أداء الجنيه الاسترليني؟ طبعا في ظل الضغوط في منطقة أوروبا، نتحدث عن معدلات التضخم، الإصابات بالمتحور الجديد، والعديد من الظروف التي أثرت وتؤثر على القرارات البنوك المركزية، ما هي التوقعات لقرارات بنك إنجلترا؟ نعم بالفعل نحن نترقب يعني قرارات مهمة من قبل البنك المركزي الأوروبي وأيضا بنك إنجلترا المركزي. بالفعل المتوقع من يعني الجنيه عم نشوفه على ارتفاع والثبات فوق مستويات الدولار 35 سنتا جنيه مقابل الدولار الأمريكي، هذا سيكون يعني ربما نرى مستويات 1.36 يعني اتجاه صاعد، وذلك يعني نتيجة أيضا التذبذب اللي عم نشاهده على الدولار الأمريكي والتراجعات بعد أن وصل يعني الدولار مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في عام ونصف، فبالتالي عم يستفيد الجنيه. وهناك توقعات بأن يقوم بنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، نحن نتحدث عن ثاني اجتماع عام 2004 بقرار بأنه يتم رفع أسعار الفائدة، كان في أول اجتماع رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، والآن عم نترقب أنه يكون رفع ثاني لأسعار الفائدة. بالفعل التضخم ارتفع بشكل كبير في بريطانيا، نحن نتحدث عن التضخم تقريبا 5.4% نتيجة اختناق سلاسل التوريد وأيضا نقص العمالة وارتفاع أسعار النفط والطاقة، تسببت بالفعل في ارتفاع التضخم لهذا المستويات، حتى أنه اليوم أنه عم نشوف أنه تجار التجزئة رفعوا أسعارهم تقريبا وصلت إلى 5% هي الأعلى تقريبا في 9 أعوام، فبالتالي كل هذا عم تعطي أو بتنذر بارتفاع التضخم على مستوى العلفاء. يجب أن ينتج بنك إنجلترا ربما يعني ستكون سياسته تشددية برفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم. نعم لينا، يعني فيما يتعلق بالعلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار العملات، إذا ما نظرنا إلى الليرة التركية وما جرى، يعني جرى تخفيض سعر الفائدة في تركيا مما انعكس على أداء الليرة التركية، لكن في حالة من التحسن في هذا الوقت، يعني تحديدا في خلال تعاملات جلسة الأمس لاحظنا تحسن طفيف في أداء الليرة التركية، هل نتوقع استمرار هذا التحسن؟
طبعا الليره التركيه، هناك كانت تصريحات من الرئيس التركي بانه عم بيحفز انه على الاقتراض من قبل بنوك الدوله، وايضا على انه المساعده لحمايه الاقتصاد او حمايه الاقتصاد التركي الذي يعاني من ارتفاع في التضخم الذي ارتفع ب 36% نتيجه ايضا السياسه التي اتبعوها من قبل البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة. ربما الخطوات التحفيزية اللي عم بيقوم بها الحكومة التركية يعني عم تخلي أنه الليرة التركية مقابل الدولار مقابل الليرة التركية مستقر. نحن نتحدث عن 13.5 الآن تقريبا، وأيضا لا ننسى أنه في ضعف الدولار الأمريكي، هذا عم بيساعد أنه تثبت يعني يثبت أو استقرار للليرة التركية في هذا في هذه الفترة. نحن عم نترقب أيضا بيانات التضخم في تركيا المتوقع أنه ترتفع وتوصل إلى مستويات يعني ربما يعني أعلى من ذلك، تحدث عن 40%. فالسياسة اللي عم تتبعها الحكومة التركية هي بضخ السيولة، فضخت تقريبا نحن نتحدث عن مليار دولار خلال الشهر الماضي، وعم تحث على سياسة الاقتراض ربما يكون يعني يكون لها تأثير، ولم تتدخل خلال الشهر السابق من حد من تحركات يعني من لوقف يعني الوقف الحاصل في الليرة التركية، فبالتالي هذا بيأثر شوي على استقرار الليرة التركية نتيجة الإجراءات التحفيزية والتسهيلية اللي عم تقوم بها الحكومة التركية. فبالتالي متوقع أنه يكون في استقرار، لكن إذا لكن أي لو رأينا تضخم مرتفع يوم الخميس ممكن يكون له تأثيرات يعني سلبية، لأن عم تقوم تركيا بخفض أسعار فائدة بدلا من رفعها. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.